هنروح نشوف دلوقتي مع بعض فقرة السوشيال لاب ونرجع نكمل باقي فقرات حلقتنا، استنونا. وهنبدأ بالإنستجرام لأن كريستيانو متفاعل جدا عليه، بس قبل ما نبدأ عايزين نقول إنه عدد المتابعين وصل لنص مليار متابع، وكده يعتبر رونالدو واحد من بين 5 أشخاص بس في العالم وصلوا للرقم ده، والأول بين نجوم الكرة والرياضيين بشكل عام. يلا بينا نشوف كريستيانو بيعمل إيه على الإنستجرام. زي ما قلنا بيتابع كريستيانو على إنستجرام 505 مليون متابع، أما هو فبيتابع حوالي 523 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي تقريباً 3405 صورة وفيديو. وحابين نقول لكم إن أكاونت رونالدو بيجي في المركز الثاني بين أكتر أكاونت متابعة على الإنستجرام بعد أكاونت الإنستجرام نفسه اللي بيتابعه 504 مليون دلوقتي. أكاونت رونالدو كله صور عن تدريباته وأهدافه وبطولاته، وخصوصاً أصحابه من لاعبين الكرة، فنشر أكتر من 60 صورة عنه وعن مبارياته، وكمان أكتر من 30 صورة لأهدافه في الماتشات. كمان هو بيحب جداً يشارك جمهوره وهو بيتمرن، فنشر أكتر من 50 صورة من الجيم. ومن الحاجات اللي الناس بتحب تتابعها تفاصيل حياته الشخصية، وعشان كده النصيب الأكبر من الصور كان لصوره مع عيلته وخصوصاً أولاده اللي دايماً بيكونوا ترند السوشيال ميديا. لقينا انه ناشر اكتر من 100 صورة مع اولاده لانه من المعروف جدا حبه ليهم. وزي ما كريستيانو رونالدو ترند، دايما صوره بتكون ترند وبتثير الجدل على السوشيال ميديا، زي صورة الساعة اللي نشرها بعد اعلانه لفسخ عقده مع مانشستر يونايتد واللي اثار الجدل. ثمن الساعة واللي قيمتها 124 الف جنيه استرليني عشان مصنوعة من بعض المجوهرات بكريستال الياقوت والطباعة الذهبية، وكمان مرسوم فيها صورته وهو بيسجل هدف مانشستر يونايتد في 2013. كمان عنده أكاونت على فيسبوك وتويتر، وكريستيانو رونالدو عدد متابعينه 151 مليون على الفيسبوك، وكمان عنده 100 مليون على التويتر ومليون متابع على قناته على يوتيوب.